مقويات جنسية مصنوعة في الصين تشكل خطرا على صحة مستهلكيها، تروج في الجزائر، والغريب في الأمر أنها تباع بمحلات الشاي والمكسرات. نتعرف على التفاصيل في سياق تقرير إسماعيل محبوب. شاي ومكسرات مختلفة أنواعها تباع في المحلات. لحد الآن الأمر يبدو عاديا، لكن وبمحاذاة هذه المكسرات تباع كبسولات عنوانها مقويات جنسية. شحال خدمة الوحدة؟ فيها قاس يا أبصر. لا غير صح. غالية ما؟ مدوع عادي. ومجيد. سألنا بائع الشاي هل تباع في الصيدليات؟ فقال فما تضرش ولا؟ لا ما تضرش. انت من تجيب هذا الشاي؟ فرماسي. فرماسي تباع من فرماسي؟ لا ما أردنا التأكد إن كانت تباع في الصيدليات حقا، فكانت الإجابة من المستحيل تصيب هذا المنتوج في الصيدلة. يعني الجمدور هنا في الجزائر كاملة ما تصيبش هذا المنتوج، مدغول. داروا فيه ان برودوي اسمه سينينافيل، هو الفياغرا. زادوا فيه الفياغرا. الفياغرا ستانيريكتيل كي بو با ات بري با نيمبورتو كي، لازم طبيب يقول لك خذوا. دونك لازم نكونوا عقال ولازم نعرفوا بلي اوني با دون جون ريبوبليك بانانيير. ما يتباعش هذا دواء، هذا دواء ما يتباعش. وشوف الاسم برك، قوه اركول. يعني هذه ماهيش يعني دهون، يستعمل ضد يعني ضد بصفه يعني سطحيه، يعني بمانيير سوبرفيسيال اكسترن. هذه مواد راهو يتم تجرحها من طرف يعني الناس، وهذا هو الاخطر. ولذا احنا دائما ننادي باش تكون هناك رقابه وتكون هناك متابعه، خاصه وانه جبنا يقولون هاود مثلا في كورتيكويد يتباعوا، تم استيرادهم من الدول الافريقيه. وللتيقن اكثر من المضاعفات الصحيه لهذه المقويات الجنسيه، كانت وجهتنا الاخيره نحو اصحاب المآزر البيضاء. هذه الكبسولة تقول لك باش تقوي الجنس تاع الإنسان، وراهي فيها السيلدينافيل. السيلدينافيل هذا كيما الفياغرا، كاين سلبيات، ولازم مثلا ما يتناولوش بنادم اللي عنده كريز دونغور، لانسوفيسونس كاردياك، مشكل في القلب كيما لانفاركتوس دو ميوكارد، تاع الجلطه تاع القلب، وكذلك لي انسوفيزون هيباتيك لي انسوفيزون رينو. لي كبده تاعهم ما تخدمش، والكلى تاعهم ما يخدموش كما ينبغي. التناول العشوائي للمقويات الجنسيه التي تباع في محلات غير مرخص لها وتندرج اصلا في فلك الممنوع دون حسيب ولا رقيب، هي المعادلة التي تفتح المجال لمضاعفات صحية قد تؤدي لهلاك متناوليها.